بنرحب بحضراتكم من جديد في البيت بيتك، وبنواصل فتح ملف من أخطر الملفات، ملف المحسوبية، ملف التمييز، ملف إهدار مادة من مواد الدستور بتقول بتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين. اللي حصل زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الفقرة وبداية الحلقة النهاردة، إن احنا فاتحين ملف التعليم بشكل عام، والتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. التعليم الجامعي يمكن بدأنا من زمان، من فترة طويلة جدا، إن احنا نركز عليه شوية، لأنه يعتمد على من سيتخرج من هذه الجامعات وكيف سيتخرج، يعتمد عليه مستقبل مصر. يوم ما المجلس الأعلى للجامعات اجتمع في 16 أغسطس في الإسكندرية في جلسة عاصفة ومهمة وتاريخية، حصل في هذه الجلسة بلوى، حصلت مصيبة. وزير التعليم العالي بقصد أو غير قصد الله أعلم، كان عاوز يجامل، كان عاوز يتخذ من المحسوبية طريق لتحقيق غرض ما، ما نعرفش ايه هو الغرض ده، لكن هو أصر في هذا الاجتماع اللي ضم 22 من رؤساء وممثلي الجامعات انه يكون مختلف عن المنطق ويكون مختلف عن الواقع، وبطلب غريب جدا، طلب تفويضه في عمل استثناءات لمسألة التوزيع الجغرافي للطلاب والطالبات في الجامعات والكليات المختلفة. بهذا الطلب استند على ما سماه اعتبارات قومية، عاوز ينفذ هذا الطلب، الله أعلم لغرض في نفسه، إيه هو الغرض الله أعلم، مش عندنا دلوقتي لأن الوزير مش معانا، لكن مسألة اعتبارات قومية دي فتحت الباب لمشاكل كثيرة. مش عايز أطول لحضراتكم في المقدمة، لكن الوحيد اللي رفض هذا الطلب، رفض المحسوبية ورفض مسألة عدم تكافؤ الفرص قدام الطلبة، هو رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، الوحيد اللي وقف وعارض الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي. من ساعتها لغاية دلوقتي، لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم بحضراتكم فيها، هو عمل زي ما تقولوا حظر نشر على نفسه الدكتور جابر نصار، ولم يتحدث بأي كلمة في هذا الموضوع. لكن نظرا لحساسية الموضوع وتحوله إلى موضوع رأي عام، وحتى يمكن أنا كنت بدردش معاه دلوقتي، تحوله إلى قضية أمن قومي، لأنه كان لو نفذ هذا القرار، قرار الوزير، كان ممكن يحصل زعزعة في المجتمع. أنا بس عايز قبل ما أرحب بضيفي، أنا برحب بحضرتك الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بس عايز أفكر حضراتكم بالخبر العاجل اللي قلناه في الفقرة الإخبارية واللي نقلناه عن الأستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المهندس محلب، طلب من الدكتور السيد عبد الخالق تجميد هذا القرار بتفويضه لعمل بمنح استثناءات لبعض الفئات في التوزيع الجغرافي لاعتبارات قومية. ده نص الموضوع. دلوقتي نسأل السؤال الجوهري والأساسي دكتور جابر، إيه اللي حصل في هذا الاجتماع يوم 16 أغسطس؟ هو في البداية طبعا يعني بشكرك في الحقيقة أستاذ عمرو، ودعني في الأول أن أؤكد أني يمكن لأول مرة أواجه الكاميرات في حديث تلفزيوني، وأنا وأنا في حالة مش ما كنتش أحب أن أنا أكون فيها. الأمر الآخر أنه أن أنا تلقيت النهاردة اتصال تليفوني من السيد رئيس الوزراء بعد أن اطلع على جوانب الأمر كله، وحيى موقف جامعة القاهرة وأكد أن الحكومة تحترم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ولا توافق على هذا الاستثناء، ولم تطلبه أي جهة من جهات الدولة. وفي الحقيقة لما عرف أنه يعني لما عرف أن أنا ممكن أكون في برنامج تلفزيوني، طلب تحديدا أن أؤكد على هذه المعاني.
في الحقيقة احنا جامعة القاهرة هي قبل ما ندخل في التفاصيل انا اسف على المقاطعة دكتور جابر، يعني معنى انه رئيس الوزراء اتصل بحضرتك وكأنه فهم ان الموضوع شخصي بينك ما بين لا 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 هو العقل. لم يفهم ان الموضوع شخصي، هو ليس الموضوع ليس فيه امور شخصية. يعني انا كرئيس لجامعة القاهرة كنه كل احترام وتقدير للسيد وزير التعليم العالي باعتباره يقوم على رأس وزارة التعليم العالي وهو الوزير المنوط به رئاسة المجلس الأعلى للجامعات. إنما في الحقيقة يمكن السبب الأساسي الذي آلمني وآلم الكثيرين والذي دفعني إلى الحرص على أنني أتواجد معك النهاردة هو الانحراف بأغراض هذا التفويض. كان من المتصور أن يوضع التفويض في إطاره المحدود، ثم بعد ذلك إذا تبين أنه يعني غير متفق ونصوص الدستور أو غير قانوني أو غير ملائم للظرف الاجتماعي الراهن أن نعتذر عنه وأن نجمده إلى حين عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات. إنما ما ألمني في الحقيقة أن يبرر هذا الاستثناء بأنه للجيش والشرطة والقضاء، وهذا غير صحيح. لا في صحيح، أنا هقول لسعد، لا في أدبيات إصدار التفويض فالجيش والشرطة والقضاء والشهداء، هذه مسميات او يعني او ايقونات نشأت بعد انتهاء مجلس الأعلى للجامعات وبعد جلسته وبعد تفجر الموضوع. ولذلك النهارده هذا الاستثناء لا يعني الجيش ولا يعني الشرطة ولا يعني القضاء بأي حال من الأحوال. طب امال هي يعني الدكتور سيد عبد الخالق أخذ الموضوع في هذه السكة ليه؟ هي حالات، أنا أقول لك بقى الوضع الأساسي لأنه النهاردة إحنا شوف الموضوع النهاردة بقى أكبر من رئيس جامعة القاهرة وأكبر من وزير التعليم العالي. تمام. النهاردة الموضوع أصبح يتعلق بمبادئ دستورية يجب أن تحترم بين المصريين، ده بالإضافة إلى الزج بمؤسسات سيادية تقوم بواجبها زي الجيش والشرطة والقضاء في أتون معركة هي بريئة منها ولم تطلبها ولم تنتفع بيها. يعني بمعنى أصح كل الاستثناءات التي أحيلت إلى جامعة القاهرة لم يكن منها ما يتعلق بالجيش أو الشرطة أو القضاء. ما جالكش أي استثناء يتعلق بإذن ضابط؟ إحنا عندنا نهائي نهائي كان يعني من عوام الشعب، من الناس العادي، من الناس. دول مين بقى وليه؟ دي مسألة أخرى. تمام. يعني علشان كده دول مين؟ لازم نرجع بقى نعمل فلاش باك كده للورا شوية. احنا الاجتماع بقى ايه اللي حصل فيه؟ شوف يا فندم، احنا في جامعة القاهرة رافعين مبدأ وماشيين عليه، جامعة بلا استثناءات. انا شخصيا كرئيس جامعة اؤمن تماما انه حين يقرر المسؤول استثناء ده بيقلل من هيبته وبيكسر عينه، لان انا النهارده لما استثني الف واسيب به ده هيبصلي ازاي بينه وبين نفسه. ولذلك النهارده احنا في جامعه القاهره رافعين جامعه بلا استثناءات، وانا دايما بقول اللي يجيب استثناء في جامعه القاهره يحاسبنا عليه. جميل. ولذلك النهارده احنا كان بيجي لنا حالات تحول الينا على اساس تحويل ورقي، فكنت دايما بقول أن الجامعة لا تملك التحويل الورقي وأن التحويل هو تحويل إلكتروني لدى مكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي. طيب. جامعة لا شأن لها بهذا الأمر، هذا الأمر على الجميع. ولذلك النهاردة اللي حصل أنه في الجلسة زي ما قيل مع الوزير قال انا ازاي ابعت طلب لرئيس جامعه بالتحويل وما يوافقش عليه. وهو بعت لك طلب؟ جالي طلبات احد ابناء المسؤولين. لا في الواقع دي لا مش مسؤولين. ما انا بقول دلوقتي. طب ما مين؟ ما هو الناس، ما هو دي شهاده التاريخ. لا يا فندم، ما انا عايز اقول لك يعني بصرف النظر مش مسؤولين. يعني النهارده مثلا انا جاي لي واحد عايز يحول تحويل ورقي وانا وافقت، مش لازم يكون ابن مسؤول مطبق عليه الشروط. يعني انا اعتقد ان كانت يوم 10/8 اتصل بي احدى السيدات وقالت لي انا بشتغل يعني مذيعه وصحفيه وانا معايا استثناء للتحويل من جامعه
من كلية كذا في جامعة كذا إلى جامعة القاهرة. قلت لها النهاردة عندنا بس لابنها ولا لأختها. لأختها. دي دي مين دي, مين دي الحالة. وأنا مثلا لا أتذكر اسمي يعني. أنا بقول لك يعني مذيعة في التلفزيون المصري أظن أو حاجة زي كده. فالمسفيرو لا 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 في مسبيرو غالي. فالمهم إن أنا في الحقيقة قلت لها سعادتك إحنا التحويل الإلكتروني. وقالت لي حتى انا عايز اجي بالتاشيره. قلت لها زي عدمه لانه لا اقبل تاشيره وزير. لا اقبل مثل هذه التاشيره. هي جايه بتاشيره وزير. فانا لا اقبل هذه التاشيرات. قلت لها ريحي نفسك وروحي حولي الكتروني لان انا لا اقبل مثل هذه التاشيرات. في الحقيقه ألحت كثير جدا وقالت بعد كده قالت ده هما بيقولوا لي ان انت اللي واقف في الموضوع وانه طيب وان انت مش عايز. قلت لها شوفي جامعة القاهرة يقف على بابها مئات الطلاب واولياء الامور اللي عايزين يحولوا واقربهم اولاد الاساتذة. يعني النهاردة انا لما اجي اخد استثناء عندي 200 واحد في كلية الطب. هي اختها كانت في كلية في بعيدة يعني في جامعة بعيدة. في جامعة اقليمية مش بعيدة او يعني في جامعة اقليمية في كفر الشيخ. كفر الشيخ. وعايزة تحول جامعة القاهرة. ولذلك النهاردة قلت لها ان هذا لا يجوز. فلما حصل في الجلسة فبيقول لي بيقول في الاخر خالص والجلسة عدت وخلاص هنخلص وما كانش في جدول الاعمال حاجة زي كده. ففوجئت بيقول ازاي ابعت لرئيس جامعة طلب بالتحويل وما يقبلش التحويل. فقلت له انت تقصدني؟ قال لي اقصدك انت النهار. قلت له القواعد لا تنطبق وسعادتك عايز تفتح التحويل افتحه. سعادتك النهاردة انا بقترح عليك خد 0.5% من التحويل الالكتروني من 10% هيعملوا في حدود 300 واحد يكونوا في ايد الوزير وبعد كده حولهم. انا ما عنديش اي مشكلة انما انا النهاردة مش هاخد استثناء. فطبعا قالوا لا طبعا احنا هنحلها هنا في المجلس يا اما نشكل لجنة من 3 رؤساء جامعات يا اما نشكل يا اما ان يكون فيه يا إما إن يكون فيه تفويض للوزير. كل ده دلوقتي مفيش مطروح إيه سبب التفويض وإيه سبب التحويل. ده باين على إنه يعني معلش يعني خلينا نتكلم كده بالبلدي خلينا يعني المذيعة دي عزيزة قوي على لا لا بصرف النظر يعني صدقني هو دلوقتي الوزير صدقني امبارح بيقول معانا مع رامي بيقول إنه ممكن يكون في شهداء وأبناء لا 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 ده ما كانش مطروح معانا النهارده. أنا النهارده جاي على أساس يعني. أنا النهارده جاي على أساس النهارده الموضوع تحول إن إزاي أولاد ضباط الشرطة وأولاد ضباط الجيش وأولاد القضاة هم عليهم ريشة وإزاي الكلام ده غير صحيح. وعلى فكرة النهاردة لم يحدث ان ابن ضابط شرطة او ضابط جيش او قاضي او موظف طلب لسبب بسيط وكان له حق او اصر عليه او لان في قرار اسمه النقل الاداري بيحيط بهذه الموضوع. انا جالي وعلى كل فكرة الفئات النقل الاداري. انا جالي عامل من شركة نجا حمادي للالومنيوم ده عامل طلع على سن 60 والشركة عطياله شهادة ان هو سلم السكن الاداري واتنقل الى بولاء وسكن في بولاء خلاص ابنه وبنته. فالنهاردة حولنا بنته ولا هو ابنه انا مش فاكر المفردات حولنا ابنه. اي حد اي واحد في الدولة بينطبق عليه القاعدة احنا بنحوله. ولذلك النهاردة ما ألمني في الحقيقة ان الموضوع يوضع ان ده جيش وشرطة وقضاء وكبار أو لا هو التمحك. من يحدد التمحك في فالنهاردة فقلت طيب خلاص يعني قلت لهم طب السبب ايه السبب ايه. فطلعت كلمة اعتبارات امن قومي او اعتبارات قومية. قلت لهم اخوانا النهاردة ما ينفعش الكلام ده وده مش السبب. فقالوا تصويت. قلت لا يجوز التصويت على مخالفة القانون يعني لا يجوز النهاردة ان نطرح امر مخالف للقانون. المهم ده في الحقيقة الاطار الذي صدر. انا في الحقيقه جاي اشهد شهاده للتاريخ على اساس النهارده يعني واقول الحق في هذا الامر. طبعا يعني انا وقفت هذا الموقف للاسف الشديد لم يؤازرني احد على الاطلاق ولم يتحدث في الحقيقه احد بكلمه. دي تحديدا معلش يعني في سؤال كان من الاستاذ عماد الدين حسين قال لي يا ريت اساله لك. يعني انتوا كنتوا 22 رئيس جامعه احنا 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 23 رئيس جامعه 23. او ممثل يعني أو يعني يا رئيس يا نائب يا نائب
فالاستاذ عماد الدين حسين بيقول لي اسال الدكتور جابر نصار يعني هل هؤلاء اللي بيقودوا التعليم الجامعي في مصر الى اين نذهب؟ لا يعني انا طبعا يعني زملاء اعزاء وانا بقدرهم بعزهم. لا يعني انا مش بس احنا المساله يعني مش كده في الحقيقه. التفاصيل المساله يعني لما بيبقى فيه جدول اعمال يمكن بتعطي يمكن انا النهارده انا اقول لك لا كلهم زملاء اعزاء واساتذه فاضل بس يوافقوا على حاجه زي كده. لا يعني انا يمكن ما هو انا علشان رجل قانون يعني وده تخصصي في الحقيقة. طب انت شرحت انه ده غير قانوني؟ طبعا شرحت. طب الدكتور اشرف حاتم اللي هو الامين العام لا الدكتور اشرف حاتم في الحقيقة يعني كان له موقف اعتقد انه موقف يعني ايضا مشرف. هو بعد انتهاء الجلسة وبعد طبعا الكلام ده مسجل يعني كل كلمة قيلت هي مسجلة لان محاضر المجلس الاعلى للجامعات مسجل. هل صحيح الدكتور اشرف قال للوزير قال له يا فندم انت كده؟ لا انا عرفت بعد كده في الحقيقة انا عرفت بعد كده ان الدكتور اشرف وبرضو يعني اقسم لك ان انا عرفت هذه التطورات من النشر يعني انا في جانب كنت حاضره وجانب مش حاضره. تمام. يعني اللي حاضره. الجانب اللي مش حاضره ده انه مثلا انه الامين المجلس الاعلى للجامعات رفع محضر الجلسه الى السيد الوزير دون الاستثناء لانه هو اصلا يعني جامعه القاهره الجامعه الوحيده اللي ما كانتش بتنفذ تاشيرات السيد الوزير باعتبار انها هي دي المشكله من الاول خالص من السنه اللي فاتت يعني هي من اول ما انا جيت على الاقل جامعه القاهره لم تكن تنفذ تاشيرات مخالفه للقانون ولذلك النهارده كان فكره شرعنه هذا الاستثناء بحيث ان الجامعه التي ترفض ما ترفضش. المشكله كمان ان وزير التعليم العالي رجل قانون يعني استاذ قانون. انا طبعا يعني ممكن يكون في اعتبارات انسانيه يعني انا النهارده لو كان القرار سوق باعتباره اعتبارات انسانيه انا ما كنتش اتكلم. يعني النهارده لو كنا قلنا طبعا يعني انا النهارده على اساس تقول لي ان انا النهارده اعمل فتنه بين الجيش وبين الشعب وبين القضاء واقول والشهداء. اولا الماده 16 من الدستور بتحمي حق ابناء الشهداء يعني النهارده لو انا عايز اطبق الماده 16 لهم اولويه والماده 16 من الدستور بتقول هذا القبيل مش محتاجه. وبعدين احنا عندنا نظام في المجلس الاعلى للجامعه. طيب لو في حاله انسانيه كريتيكال او صعبه قوي ولا تنطبق تحت النقل الاداري ولا تنطبق تحت التحويل الالكتروني بتيجي تعرض على المجلس الاعلى للجامعات كحاله والمجلس الاعلى للجامعات يحيلها الى رئيس الجامعه المختص. في الحقيقه احنا يعني انا يعز عليا ان انا في الحقيقه يعني ان انا اكون في الموقف ده بس الاكبر مني واعتقد ان هو مع احترامي لمقام وجناب السيد معالي الوزير والاكبر من مقام الوزاره كلها هي العلاقه بين الشعب والجيش والشرطه اللي هي بعد 30 يونيو و3/7 والنهارده بتواجه ارهاب. انا كنت يعني بتالم في الحقيقه النهارده. هذا استثناء كان ليس لاعتبارات الامن القومي كان لحالات يحددها السيد الوزير وكان يجب ان الموضوع يسوق على هذا الامر وكان اذا سوق في هذا الامر كان والله خلاص انه الموضوع طلع غير قانوني وعمل مشكله اجتماعيه احنا بنعتذر عنه زي ما الدكتور ماجد اعتذر في الحقيقه وانا بحييه في هذا الامر واحنا بنحييه. بس انا عايز اقول لك احيانا لما بيكون في جدول للمجلس الاعلى للجامعات زملائنا الاساتذه رؤساء الجامعات بيشوفوا الجدول الموضوع الموضوع اتعرض كده في الاخر في الحقيقه فما اوحش فيه يعني غيري ورفضت تطبيقه وقلت له طيب انت عايز تلزمني ان انا انفذ هذا الاستثناء انا عايز قرار وزاري بكل حاله على حده انا مدرك كرجل قانون ان يستحيل ان يحدث ذلك. فهو وافق على ذلك. فلما جالي الحالات بعد كده جت لي الحالات والله فلان الفلاني عايز ينقل ابنه من هنا لهناك باعتبارات الامن القومي. طب ايه هي اعتبارات الامن القومي؟ انه النهارده طيب اللصق المسألة بالجيش والشرطة والقضاء هذه مسألة يعني أنا بأقطع لك وأظن أن زملائي في المجلس الأعلى للجامعات يؤكدوا ذلك أنها لم تكن يعني موجودة زي ما بقول لك كده. هو قعدوا لما بدأ الاستثناء يطرح
انه زي ما بقول لك، هو ازاي انا ابعت تاشيره ورئيس الجامعه ما ينفذهاش ايه التاشيره؟ فلما يجوا جمن شرعا الاستثناء ده، بداوا يدوروا على سبب. فالسبب الاقرب لاعتبارات الامن القومي، بس عايز حضرتك جبت وده سيرت. لم تكن غير صحيح، وده كان اشرت الى موقف الاستاذ الدكتور ماجد القمري. ولعلم حضرتك انه الدكتور ماجد ده جاء امبارح في حلقه امبارح البيت بيتك، كان جاي بترشيح من الوزير، من الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، علشان يدافع عن موقف الوزير. ولكن الرجل بكل شجاعه وبكل امانه لما فهم الموضوع من الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري المعروف، والم بابعاد الموضوع، قدم اعتذاره على الهواء للناس وقال ده أعصر الطرق. يعني أعصر الطرق النهاردة، أولا نحن بشر، ومسألة ألا يعني أنا في الحقيقة يعني هناك ملفات كثيرة جدا، يعني المفروض أنه أنا النهاردة احنا بشر، والإنسان ليس منزها عن أن يخطأ. فما انا بقول لك، هي الاشكاليه النهارده لو كنا قلنا ان الاستثناء ده قرر على فكره بعد الاستثناء انا ما مشيتش ولا طلب برضو في جامعه القاهره، وايضا ولن وكان في ذهني ان انا ما مشيش ولا طلب. طب وحضرتك اخترت الوزير انك انت مش هتنفذ اي تحويل؟ لا. او لا لا، في لحظتها، وانا حتى بعد اقرار القرار، بعد اقرار القرار انا قلت ان انا لن اخالف القرار. طب خلينا اسالك سؤال برضو دكتور، واحنا برضو شهاده للتاريخ، هل هذه المذيعه في ماسبيرو حاولت انها تمارس على حضرتك ضغوط؟ انا ما شفتهاش. لا في الحقيقه انا مثلا حد اتصل بيك قال لك مثلا يا دكتور؟ لا انا ما شفتهاش في الحقيقه، يعني لم اراها شكلا. انما انا كنت حتى في اجازه في اسكندريه، قعدت اسبوع، خدت اسبوع اجازه في اسكندريه، فالتليفون جالي قالت ان انا يعني احيانا لما بيجي واحد يقول لي انا عايز ميعاد علشان اجي تخفيفا للضغط، بقول له خير الموضوع ايه؟ قالوا الموضوع كذا. الموضوع مقفول، ما خلاص ما فيش فيه، ما يعني ما تتعبش نفسك وتعطل نفسك وتيجي. بس رجعت اتصل بحضرتك اكتر من مره؟ لا اتغير، وبعتت لي رسائل كتيره جدا، بحيث ان هي بتقول انه بيقولوا لها انه الدكتور جابر هو اللي مش راضي ينفذ تاشيره الوزير، وانه هو السبب في تعطيل الموضوع. قلت لها الموضوع ده شوفي، يقولوا لك ما يقولولكيش، انا مش بخالف القانون. واختك لازم تقعد في كفر الشيخ سنة، وبعد كده لو توفرت فيها شروط الترشيح تيجي هذا الكلام. وانا قلت هذا الكلام يعني دي الحالة دي النهاردة، وقت النهاردة الجلسة مسجلة دي على طول. انا رد فعلي كده، لانه انا قاعد بقى هو بيقول المثال، فبيقول ان كده، بقول له انت بتقصدني بتقصد الحالة اللي انت بعتها لي ده لا يتوفر فيها الشروط؟ يعني احنا بنتكلم بكل شفافية، لان النهاردة عند التباس الموقف، عند التباس الموقف بهذا الشكل، ودخول بقى ان انا النهاردة ادخل الجيش والشرطة والقضاء ودي اجهزة سيادية من اعمدة الدولة، وهز هيبتها وخلي الناس تتجرأ عليها وتقول ان انا النهاردة، اولا لم يطلب ابدا لا الجيش ولا الشرطة ولا القضاء اي استثناء لاي. ما هو اللي يطلب استثناء للقضاء مين؟ وزير العدل. اللي يطلب استثناء للشرطة مين؟ وزير الداخلية. اللي يطلب استثناء للجيش مين؟ وزير الدفاع. النهاردة لم يحدث، وأعتقد أنه في أي جامعة من الجامعات النهاردة السيد رئيس الوزراء جمد القرار. النهاردة الجامعات اللي أعلنت أن هي قبلت طلاب بهذا الاستثناء يجب أن تعلن إلغاء هذا الاستثناء، علشان المساواة وتكافؤ الفرص. النهاردة في الحقيقة المكتب التنسيق ده مهما تقول على عيوبه، النهاردة لما تيجي تعمل كده وتيجي تقول أنا مش هاخد الناس بالمجموع فقط، مين هيصدقك ان انت موضوع؟ بص يا دكتور جابر، يعني اسمح لي، يعني وده سؤال مش موجه لحضرتك، ده يعني انا بسمع القصة وعمال كده اربط، انا صادق فيها 100%، لان انا بحكي واقع. شوف تمام. اذا لم يلتبس الامر واذا لم يدخل، انا النهارده، انا امبارح في الحقيقه تابعت حلقه الاستاذ وائل الابراشي، ويعني نمت وانا في الحقيقه بتقطع، لان في مواطنين اتصلوا
وكان عندهم احتقان شديد جدا على الجيش وعلى الشرطة وعلى القضاء. يبقى أنا النهاردة والمسألة لا فيها لا جيش صلة ولا شرطة على ولا الحالات قضاء التي أتت إلى جامعة القاهرة لا فيها جيش ولا شرطة ولا قضاء. طب ما دي فرصة نقول يا جماعة سيادة الوزير الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الهمام ما كانش في باله لا جيش ولا شرطة ولا أولاد ضباط ولا أولاد قضاء ولا أولاد لواءات شرطة ولا جيش، كان في باله أخت مذيعة في التلفزيون المصري عاوزة تنتقل من كفر الشيخ لجامعة القاهرة. ده كله اللي خلى معالي الوزير يطلب هذا التفويض ويدخل في معارك مع رئيس أكبر جامعة في مصر جامعة القاهرة دكتور جابر نصار اللي رفض هذا التفويض ورفض كلية المحول إليها في جامعة القاهرة. هي كلية فريدة ونوعية ما فيش غيرها غير في كفر الشيخ والقاهرة. يعني الحالة ديتي مش ممكن تروح جامعة تانية. لازم تروح بس جامعة القاهرة. علاج طبيعي. مفيش في مصر غير علاج طبيعي في القاهرة وكفر الشيخ. فهو الحالة دي كان لازم تيجي جامعة القاهرة. فهي مش ممكن تيجي جامعة القاهرة لأن أنا مفيش استثناءات وأنا فعلا صادق في هذا الأمر. يعني النهاردة بس ما هو علامات استفهام كتيرة إزاي يعني هذا الموضوع شوف أنا برضو يخلي الوزير يعمل كده. ده مربع وأنا يعني أنا طبعا النهاردة يعني الكلام اللي أنا بقوله ده يعني في الحقيقة المقصود به إن النهاردة مربع الجيش والشرطة والقضاء يخرج من الموضوع. ولذلك أنا صريح إلى أقصى حد مهما كانت صراحتي ديتي موجعة لهذا أو ذاك أو لا حتى شخصية ما وصلت إليه الأزمة الآن أكبر من وفوق جابر نصار وفوق مع احترامي وتقديري برضو لمعالي الوزير. ولذلك النهاردة ليه لأن النهاردة في 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 النهاردة لما تيجي تقول إن في ضابط شرطة بيضحي بحياته وفي ضابط جيش بيضحي بحياته وفي واحد ضحى فعلا بحياته لما تيجي تقول له انت لما تيجي تقول له ما اعرفش ابنك او بنتك او بنت الكلام كل ده كلام مش محل لان انا عندي الآلية القانونية اللي تكفل ذلك. اذا النهارده علشان تدخل الجيش والشرطة في الموضوع والقضاء لا انا اسف جدا يعني انا النهارده عندي استعداد وانا باعلن ذلك صراحة اذا كان كلامي ده فيه كلمة واحدة غير صحيحة أنا هقدم استقالتي من جامعة القاهرة الصبح. ما عنديش أي مشكلة. الأمر الآخر أنني لن أبرح مكاني في جامعة القاهرة علشان بقى ما يجيش الناس على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك الدكتور جابر قال كذا وكذا علشان كذا. هذا كلام غير صحيح مش ماشي لا وهذا الأمر عرض علي أنا سأظل في جامعة القاهرة حتى آخر يوم ومع آخر يوم هطلع على حياتي العامة. طيب. أنا بقول لك هذا الكلام ولكن النهاردة المسؤولية التاريخية لواحد يعرف الحق ثم ينكره أنا ما أقدرش أتحمل ده ولا أقدر أنام. احنا طبعا يعني انا بشكل شخصي واعتقد حضراتكم برضو السادة المشاهدين وانتم بتسمعوا شهادة الدكتور جابر نصار على هذه الواقعة الواقعة الأليمة خلينا نقول لأنها كادت أن تحدث زعزعة في الاستقرار في داخل المجتمع المصري لما وزير التعليم العالي يعني يلجأ إلى هكذا أسلوب ويقول إنه هذا التفويض لاعتبارات قومية وإنه المقصود به أولاد الشهداء وأولاد الضباط وأولاد القضاة ويتستر وراء هذا الموضوع في أو بغرض أنه يخدم قريبة أو أخت مذيعة في التلفزيون المصري بصراحة يعني لا تعليق يعني لله الأمر من قبل ومن بعد. طيب إحنا طبعا الزملاء بيحاولوا أنهم يتصلوا بمعالي الوزير الدكتور سيد عبد الخالق لأنه الوحيد الذي يستطيع أنه ينكر اللي قاله الدكتور جابر نصار. دكتور جابر نصار بيتكلم موجود بثقة 23 رئيس جامعة والسيد أمين المجلس الأعلى للجامعات يفندم الجلسة مسجلة. يعني النهاردة الجلسة بكل كلمة فيها مسجلة. هذه مسألة شوف النهاردة احنا زي ما بقول لك كده المسألة تتعلق بأعمدة البلد
النهارده انا لا يمكن ان نكون سبب في انه نيجي نقول لا انا 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 اخطات اخطات انما النهارده ما جيش اقول ان انا علشان الجيش والشرطه والشعب والقضاء والكلام ده كله، لا هذا كلام غير صحيح. ولا يعني انا النهارده يعني النهارده الانسان ممكن يغلط، انما النهارده ياخد خط رجعه. يعني انا هتذكر لك في الحقيقه موقف حصل عندنا في جامعه القاهره لما انا يعني جيت في واقعه التحرش الشهيره، وجيت فهمت تصريحاتي خطا، ولقيت ان الناس فهمت تصريحاتي خطا على غير ما اقصد. مش لازم الناس كلها تفهم كلامي زي ما انا فاهمه، فجيت قلت انا بعتذر وطلعت بين اعتذار، مفيش اي مشكله ولا ان يقلل. احنا قلنا برضه الدكتور ماجد امبارح القمري اعتذر، ده صحيح وهو جاي راجل ممثل للوزير ده صحيح في هذا النقاش. بس الغريب ايضا برضه، وارجع واكرر، ازاي امبارح يعني حتى لما جت فرصه لمعالي وزير التعليم العالي واتكلم معانا واتكلم مع زميلي رامي رضوان انه برضه مصر على انه الاعتبارات قوميه، وبيقول لرامي بشكل كده يعني واضح وصريح، هو اولاد الشهداء هيروحوا فين؟ فندم انا عايز اولاد القضاء ايه الاعتبارات القوميه ان انت تنقل واحد من حلوان للقاهره؟ يعني في حاله من حلوان للقاهره. طب النهارده ما هي حلوان في القاهره، يعني ما هي حلوان في القاهره. الامر الاخر ان احيانا بقى بيبقى في فرق درجات. المشكله الحقيقيه ان انت لو كسرت القاعده انت عندك 500 واحد، انت النهارده عندك نص درجه، يعني النص درجه موديه واحده من اسكندريه للمنيا. ازاي بقى تاخد واحده من ازاي تاخد حد من 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 مثلا من شبرا للقاهره، او من عين شمس للقاهره، او من حلوان للقاهره، في وبينهم مثلا 7-8 درجات. فالنهارده المساله ما تنفعش. يعني هي الموضوع كده كان لا يمكن يمشي، يعني كان لا يمكن يمشي. خلينا اسالك سؤال يا دكتور جابر، هل دي المره الوحيده اللي طلب او جالك فيها طلب؟ لا، جالي طلبات كتير من السنه اللي فاتت لغايه دلوقتي وانا كنت برفض. يعني انا كنت بس برفض. اول طلب يجي لك من الوزير؟ لا، كان بيجي لي من الوزير وبترفض. كنا بنرفض، ورد فعله ما كانش زي رد فعله المره دي. يعني شوف، انا عايز اقول لك حاجه، عايزين نوصل برضه لا هو المراسلات كتابيه. يعني المراسلات كتابيه. مفيش يعني، ما انا فاهم. المراسلات كتابيه، يعني بيجي لي الورقه صاحب الشأن، بيجي الورقه الوزير كاتب موافق، والسيد رئيس الجامعه للدراسه للرعايه والدراسه. حتى انا لما جالي واحد قلت له القرار الموافقة متناقضة، يعني إما إن هو يوافق أو يديني للدراسة. ومع كل لا دي ماشية ولا دي ماشية. طب الطلب اللي هو بتاع الأخت المذيعة ده جالك بقى بأي صيغة بقى؟ لا، بأي صيغة إزاي؟ لا، يعني هي الدراسة والموافقة ولا صيغة مختلفة شوية؟ نفس الصيغة. اللي أنا عايز أقوله برضو، مش هي دي يعني أنا عايز برضو أقول إنه ممكن يكون في اعتبارات إنسانية. يعني خلينا إحنا بشر، ممكن يكون في اعتبارات إنسانية، ممكن يكون عندها ظروف. طيب ما يقول الاعتبارات الإنسانية مش هي دي اعتبارات قومية. هي دي المشكلة، جيش وشرطة. لا، هي دي المشكلة. ولذلك أنا النهاردة أنا النهاردة موجود. أنا قلت لك في أول الحلقة إني شوف، لما تعمل حاجة وأنت مغصوب عليها، أنا جاي النهاردة وأنا مغصوب على نفسي. يعني انا النهارده ما كنتش تحب انك تتكلم؟ لا طبعا، ما احبش اكون في الموقف ده. يعني انا النهارده صحيح، على فكره انا كنت هاخد الموقف ده، يعني انا بس علشان اكد، هو طبعا ليس هو الموقف الوحيد، يعني معروف عني هذا المساله، ومفيش حاجه بعدها من غير ما تتناقش، ولا اوافق على شيء بخلاف القانون على الاطلاق. صحيح، يعني ممكن يكون الأغلبية بتوافق، ما فيش مشكلة، بس أنت بتسجل موقف للتاريخ. أنا إيه عرفني إن كان الموقف ده يتفجر بالشكل ده؟ إنما النهاردة أنا عايز أقول لك حاجة، إنه الفكرة الأساسية اللي لازم نتكلم فيها، الفكرة الأساسية اللي لازم نتكلم فيها، إن أنت النهاردة قيمة
الـ 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 القانون نفسه حتى لو انت مش راضي عنه. يعني شوف حتى يعني احنا تعلمنا في كلية الحقوق ان انت تلتزم بالقاعدة القانونية حتى لو انت مش راضي عنها. تمام. ما تخالفهاش. ولذلك النهاردة غيرها. اللي انا جاي اللي انا في الحقيقة باكد عليه وباكد عليه للشعب المصري كله وللناس اللي هم عندهم طلبات تحويل وحاسين انه يعني نخرج من فكرة بقى اولاد الكبار والكلام ده كله، هي مش اولاد لا كبار ولا صغار، ممكن يكون واحد عارف المسؤول مش كبار ولا صغار، ده اخوات مذيعين او مذيعين. لا بصرف النظر مش حاله واحده يعني، ما هو انت عندك النهارده قال لك في 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 جامعه عين شمس في 5-6 حالات دول لازم يرجعوا في جامعه عين شمس دلوقتي. طبعا النائب رئيس الجامعه طلع قال احنا طبقنا، احنا جالنا 5-6 حالات لازم يرجعوا، يعني ده لازم استثناءات طبعا بناء على هذا القرار. لازم يرجعوا مساكين دلوقتي لو بتفرجوا علينا يبقى يا فندم من المساواه. المساواه شوف مبدا المساواه، شوف هو الست كانت امبارح بتتصل بقول ابراش تقول له ابن فلان مش احسن من ابني. ده صحيح. كل واحد شوف اصل كل واحد لو انت جيت تبرر له الاستثناء هيقول لك انا الاستثناء. الجلسه مسجله، الجلسه مسجله النهارده، لو فيه ذره اختلاف عن كلامي ده، لو فيه في الحقيقة أي إشارة إلى جيش شرطة قضى في أدبيات المناقشة اللي حصل، زي ما بقولك هو الحديث كان بيني وبين السيد رئيس المجلس اللي هو مع الوزير ولم يتدخل فيه أحد. بدأ كده، بدأ يعني أنا ببعت لرئيس الجامعة وبيرفض، طب أنت بتقصدني تكون قاصد الحالة اللي أنت بعتها لي؟ طب الكلام ده كله، الكلام ده غلط. كان بيتكلم بعتاب ولا بغضب؟ نعم؟ كان بيتكلم بعتاب ولا بغضب؟ لا سيبك من الـ من ده. لا ما دي مهمة. دي مهمة على فكرة. لا هو ما دي عشان هو من كسر يعني من كسرة المعارضة شوية فالممكن يكون فيه خشونة شوية، إنما بنتقبلها لأنه إحنا مش شوف إحنا مش يعني مثلا ممكن يكون شوف ممكن يكون أنا لا يروق لي أسلوب العمل مع الوزير مع الوزير إلا ولكن أنا بحترم موقعه كوزير للتعليم العالي رئيس المجلس أعلى الجامعات. لذلك لما جم يعملوا قانون التعليم العالي أنا ما دخلتش في المنظومة، رغم أن أنا تخصص الوحيد في المجلس أعلى الجامعات اللي قانون إداري. ده قصدا لأن طريقة العمل نفسها مش عجباني. يعني النهارده طريقه العمل النهارده من ان انت قاعد تخبي وان انت مش تقول للناس وان المجتمع الاكاديمي فيه حاجات كتيره جدا. طب انت النهارده خلصت الافكار اللي انت بتقول هصيغها، طيب ما تعرضها على الناس، ما تاخد وتدي. انا بشكل شخصي بعد يعني كده بعد كده لجنه بتصيغ. مين اللجنه اللي بتصيغ؟ انا في المجلس الاعلى للجامعات رئيس جامعه القاهره ما اعرفش مين اللجنه اللي بتصيغ. طيب انا النهارده مثلا في 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 ملف قانون تنظيم الجامعات، انا النهارده رئيس المجلس، انا رئيس جامعه القاهره واستاذ قانون اداري وده تخصصي، انا ما اعرفش مين اللجنه اللي بتصيغ القانون تنظيم الجامعات ولا اذا النهارده هذا اسلوب للعمل لا يليق ان هو يتعامل بيه رؤساء الجامعات. يعني هذا اسلوب للعمل لا يليق. يعني المفروض القانون ده يطلع قريب. انا محدش عارف حاجه. يعني النهارده احنا النهارده من سنه بنقول 90% خلصوا، 80% خلصوا، 70% منه خلصوا، راحوا فين، جه منين، عندي مين، مع مين، محدش يعرف حاجه. وبعدين النهارده اذا كان رؤساء الجامعات هم اعضاء المجلس الاعلى للجامعات مستنيين لما القانون ينزل عليهم بالباراشوت، يبقى اعضاء التدريس والعاملين في الجامعه يعني هينزل عليهم برضه بالباراشوت، طب ما ده هيزود الاحتقان. طيب ده يعني ليه؟ هو اسرار عسكريه. انا بسالك يعني انا النهارده شوف انت بتقول لي لا بقى انا النهارده قاعد يعني لما بيعرض حاجه بحسباني رئيس جامعه انا بناقش انا بعمل انا صحيح في كثير من الاحيان. طب لما بتحصل حاجات زي دي في اي وزاره في ناس كثيره جدا يقول لك لا ده في شله معينه ورا الوزير ده هي السبب. انا برضو شوف انا راجل قانون منضبط جدا على اطر رسميه. تمام. يعني انا راجل قانون منضبط جدا على اطر رسميه،
وفي الحقيقه يعني لما اجي اقول لك انه لما تيجي تقول لي لا انا ماليش علاقه بالموضوع ده يعني بمعنى اصح ليس لدي علاقات بينيه علاقات بينيه بين اي طرف لانه بين اي طرف انا النهارده يعني اتحدى اي زميل ان انا قلت له عايزين مثلا طلب مخالف للقانون لسبب بسيط لان انا لا اقبل ان انا اقبل هذا الطلب المخالف للقانون. ما احنا بنحاول انا شوف انا عايز اقول لك حاجه في رئيس في جامعه القاهره. احنا النهارده لما جينا للتحويلات اللي هي بقى السنوات المتكرره تانية تالتة رابعة خامسة هكذا جينا دي سلطه رئيس جامعه يعني النهارده ممكن يجي رئيس الجامعه يوافق ويمشي ده يجي ادخله ده ما يجي ما ادخلوش بقى او رئيس جامعه ولا حد بيساله. انا النهارده يوم 28/7 خدت قرار من مجلس جامعه القاهره التحويل للمجموعه الطبيه جاي امتياز، للمجموعه العلميه جيد جدا، للمجموعه الانسانيه جيد، وخط اللي يجي لنا مجلس الجامعه حاطط قواعد بس انتهى الموضوع. ان شاء الله حتى يعني قريبي انا يعني قرايبي انا يعني لحمتي دمي بيتطبق عليهم نفس الكلام. طيب ده خلينا عايز اسال سؤال يعني بمناسبه القانون بتاع الجامعات. حضرتك رئيس جامعه اكبر جامعه في مصر، رئيس جامعه القاهره، ولسه ما تعرفش تفاصيل هذا القانون. المفروض انه مفيش حد في المجلس الاعلى يعرف حاجه. طيب امال مين اللي يعرف؟ ما انا بس ما انا بقول ما ولا حد انا بسال انتوا اكيد مع زمايلك رؤساء الجامعات النهارده انت بتخاطب انكم تدوروا على تفسير انت ايه تفسيركم لده؟ انت بتخاطب مجتمع اكاديمي يعني عقول واعيه المفروض بيقودوا بحث علمي بيقودوا عمليه تعليميه بيقودوا المفروض النهارده اي فكره لازم تطرح عليهم. النهارده كمان مش معقول تيجي تعمل القانون وبعدين تقول وديه لرؤساء الجامعات زي قانون المستشفيات كده وديه لرؤساء الجامعات يقولوا رايهم وهاتوهم ما ينفعش يعني ده مش هينفع ده يدخلنا في ازمه كبيره جدا. النهارده المفروض يجري حوار حواليه في شفافيه، الشفافيه دي اي فكره النهارده اي فكره قابله للاخذ والرد طول ما انت مخبيها علشان تفاجئ الناس بيها هتلاقي معارضه. يعني أنا أول واحد طرحت في البرامج مسألة الحوار حول المجانية لازم النهاردة يكون في حوار حول المجانية. النهاردة مين ياخد مع كل لابد أن يحترم حق الغير قادر والفقير في أنه يتعلم تعليم بالغ الجودة ويكون هناك أطر قانونية هتخلي الناس تجيب شهادة فقر زي لا, لا 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 يا فندم مش شهادة فقر لا في عندك حاجات كتير جدا تستطيع ان انت تعمل. النهارده اللي هو داخل مدرسه دوليه بيدفع 100,000 جنيه في السنه يخش كليه طب القصر العيني في السنه وبيدفع 100,000 جنيه يخش كليه طب القصر العيني يدفع 185 جنيه يعني النهارده في اطر تحترم عقول الناس وتحترم كرامتهم وبعدين بلاش اقول لك كده يا سيدي افتح الناس تتكلم الناس هتدي لك افكار يعني النهارده انت لما تفتح المجال للنقاش حول فكره ممكن يجي لك فكره صغيره من واحد من معيد من مدرس مساعد من مدرس. ولذلك النهارده احنا لدينا اعتراض. انا النهارده انا بقول لك هذا الكلام وانا بقول لك اهوتي اهو على الهوى ان انا النهارده رئيس جامعه القاهره وفقت على اساس بعد كده ما يجوش. ولذلك انا باكد على هذا الكلام علشان ما يقولوش انه إن احنا بنستغل الظرف علشان ما اعرفش ايه. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير ممكن، لان النهارده في الحقيقه احنا بنبتغي مصلحه الجامعات المصريه ومصلحه ال شوف انا عايز اقول لك حاجه اقسم بالله غير حانث في يمين إن أنا أدركت بعد ترأسي لجامعة القاهرة أن مصر بها باحثين قماشة تبدأ من أحدث معيد إلى أكبر أستاذ لا يوجد مثيل لهم في العالم. الكلام ده مش فيه مبالغة شوية؟ لا نهائي.
وانا بقول لك اهو بيقولوا بيقولوا عندنا في معلش لا لا معلش يا دكتور لا 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 اذكى طفل مصر لا لا يا فندم بيشتغلوا بدون امكانيات وبيقولوا في الامثال انا ما بشككش بس يعني بيقولوا في الامثال الشطره تغزل برجل حمار احيانا ما بيلاقوش رجل الحمار يغزلوا بيها ورغم ذلك بيحققوا نتائج بحثيه على مستوى العالم ما حدش جاري بيه. امال ليه مستوى جماعاتنا ما مش احنا في الريتنج لا يا فندم شوف النهارده علشان تتكلم عن فكره التصنيف وفكره التصنيف لازم تتكلم عن مشاكل بتحيط بالجامعات المصريه لا يد لها فيها. النهارده انا 405 من في التصنيف الصيني هو اقوى تصنيف 401 من 23000 جامعه. النهارده انا شوف جامعة اسرائيل ما لان يا فندم انا عندي 300000 طالب بفقد معايير قبل ما اخش المسابقه. طيب انا بس عايز انوه لحاجه قالها لي الاستاذ الزملاء الاخ محمود التميمي رئيس التحرير بيقول لي انه كلم الوزير الدكتور سيد عبد الخالق الان علشان يعمل سيد عبد الخالق علشان يعمل مداخلة لكنه كان غاضب وقال أنا أرفض المداخلة وقفل السكة في وش الزميل. عندك أي تعليق؟ لا أبدا. أنا يعني أنا بقول أهوتي إذا اتضح زعلته في حاجة النهاردة أبدا في الكلام حضرتك. لا يا فندم أنا النهاردة أخت المذيعة يعني لا يا فندم أنا زي ما بقول لسعادتك أنت بس أنت زعلت أنت زعلت الوزير بس وصلت ناس كتير عارف ليه يا فندم أنا كمواطن مصري مش كمذيع يا عمرو بيه المسألة مش إحنا مش قاعدين على مصطبة والعلاقات مش شخصية بالظبط العلاقات مؤسسية أنا يعني المسألة النهاردة اللي جابني هنا النهاردة وخلانا أتكلم في الموضوع هو إن الموضوع اتقلب جيش وشرطة وقضى دي هي الجزء الاساسي لان انا النهارده كبوات لنا الصوره النهارده انا بقول لك اهو اذا كان في كلامي كلمه انت برنامجك ده مش مسجل اذا كان في كلامي كلمه لا بعد كده مسجل اذا كان في كلامي كلمه مختلفه عما ورد في تسجيل الجلسه انا هقدم استقالتي من جامعه القاهره بكره الصبح ده كلام واضح وصريح ومسؤول عنها. طيب وانا يعني الفكره الاساسيه شوف مثال ده معانا الوزير وزير تاني مساء الخير يا معالي الوزير ما بيردش للاسف يعني مش عايز يرد الدكتور سيد عبد الخالق. طيب قفل السكه اوكي. طيب زي ما انت شايف يعني حضرتك قلت ومن ارضى الله لهجتك من ارضى الله بغضب الناس تمام يعني انت ما انت اغضبت وزير اغضبت فرد انا ارجو الله يغضب من ولكن وضحت الصوره انا ارجو الله يغضب من كلامي لان كلامي ده لصالح هذا البلد لانه انا ايضا يعني ساءني ما تداولته وسائل الاعلام وألصقته بالجيش والشرطة والقضاء وهذا على غير الحقيقة لم يكن في أدبيات التفويض ولا في النقاش حوله أي كلام عن الجيش والشرطة والقضاء ولذلك النهاردة إلصاق المسألة بالشكل ده مضر بالأمن ده بقى المضر بالأمن القومي المصري. طيب هو واضح يمكن الدكتور سيد عبد الخالق شايف انه كلام حضرتك مش صحيح فيما يتعلق بالمذيعه لانه زميلي محمود التميمي دلوقتي لما كلمه بيقول له عايزين منك مداخله قال له لو عايزين مداخله اطلبوا اعملوا مداخله مع مذيعه ماسبيرو اللي بتقول عليها الدكتور جابر يا فندم اطلبها اسمها قصواء الخليلي الاستاذه قصواء الخليلي مذيعه في اعتقد في القناه الثانيه مش كده يا جماعه ما عنديش فكره هي قالت لي ان هي في التلفزيون المصري في التلفزيون المصري طيب يعني مش عارف هي طبعا لو الزميله الاستاذه قصواء الخليلي سمعانا ولا لا اعتقد انها برضو لها حق الرد لانه طبعا الوزير الدكتور سيد عبد الخالق قال لزميلنا محمود التميمي انه مش هيدخل معانا ومش هيعمل معانا مداخله وفي المره الاولى حط السماعه وفي المره الثانيه قال له عايزين مداخله اطلبوا المذيعه ماسبيرو مين مذيعه ماسبيرو محتوى يعني في هنا مجموعه رسائل من المذيعه بتؤكد ايضا ما قلته ممكن نشوفها لا 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 مش لازم مش اذا طيب. اذا حبت ان هي تتدخل اهلا انت لما طيب. سعاده الوزير قال انا ذكرت الاسم تمام ده بشكل واضح وصريح الدكتور جابر نصار قال لنا اسم المذيعه اللي كانت عايزه تنقل اختها واللي بسبب هذا الموضوع
معالي وزير التعليم العالي كان هيدخل البلد في أزمة، كان هيحصل احتقان في المجتمع المصري لما قال بشكل يعني غير صحيح واضح انه الموضوع بتاع الاستثناءات اللي كان عايز ياخد فيه تفويض يستخدم لاعتبارات قومية لأبناء الشهداء وأبناء الضباط وأبناء القضاء. الموضوع طلع مختلف تماما. مذيعة في التلفزيون المصري اسمها الأستاذة قصواء الخلايلي هي اللي كانت السبب. الخلالي، أنا آسف، الأستاذة قصواء الخلالي، معلش يعني متفرجش على التلفزيون المصري كتير. فده اللي أو ده السبب الرئيسي اللي خلى الوزير الدكتور السيد عبد الخالق يتبنى هذا الموضوع ويقاتل. واضح أنه كان يعني قتال من أجل الحصول على تفويض يمنحه استثناء بعض الفئات اللي قال عليها على غير الحقيقة لاعتبارات قومية. ما كانتش اعتبارات قومية، كانت اعتبارات ماس بيورية إذا جاز التعبير. دكتور، وإحنا بنتكلم عن ملف التعليم في مصر والتعليم الجامعي تحديدا، في قضية أخرى يمكن بتشغل بال العديد والعديد من الطلاب المتفوقين في الجامعات، لكنهم متفوقين ولكنهم أبناء ناس غلابة. مسألة ما يسمى بتوريث أبناء الأساتذة في الجامعات، المعيدين و احنا هنناقش هذا الموضوع. وحضرتك بشكل واضح وصريح قلت انك بتتعامل مع كل القضايا بشفافية وبشكل صريح وما عندكش حاجة يعني. طيب، الأستاذة قصواء معانا على الهواء. أستاذة قصواء، مساء الخير. ألو، مساء الخير يا أستاذة قصواء. ألو أستاذ عمر، مساء الخير يا مساء فندم. الخير يا فندم، أهلا وسهلا. مساء الخير وعلى ضيف حضرتك الكريم. أهلا وسهلا. معايا على التليفون دلوقتي الأستاذة قصواء الخلالي المذيعة في التلفزيون المصري، واللي قال لنا الدكتور جابر نصار إنها اتصلت بيه أكتر من مرة علشان يعني تنقلي أختك من علاج طبيعي كفر الشيخ إلى القاهرة. الكلام ده حصل أستاذ قصواء؟ بالفعل حصل يا فندم، بس طبعا أنا ما تدخلتش في الموضوع لمجرد أنها أختي. أنا والدي توفى بعد نتيجة الثانوية العامة، هي كانت مقدمة في التنسيق عادي، والدكتور جابر الكلام ده أنا بعته له في طلب شخصي يعني طلب رسمي، ووديته لوزارة التعليم العالي واعتمدته من هناك وجبته ومشيت في الخطوات القانونية، ما تجاوزتش القانون في حاجة. فالموضوع ما فيه أن هي والدي توفى بعد نتيجة الثانوية العامة، وهي كانت هتدخل في اسكندرية أو في كفر الشيخ عادي لأن الوالد موجود طبعا وهو العائل والقيم عليها، يقدر يوفر لها هنا يراعيها ياخد باله منها. ووالدتي طبعا ست كبيرة وظروف مرضية وصحية لا تسمح بمتابعة أختي بشكل جيد. فما كان بعد وفاة الوالد وإن إحنا دخلنا في موضوع التنسيق والكلام ده، إن أنا فكرت إن أنا أخليها في القاهرة، نتيجة كمان هي عندها أنيميا وعندها بعض المشاكل الصحية فمحتاجة رعاية. ففكرت أن أنا أقدم طلب رسمي من وزارة التعليم العالي. الأول رحت جامعة القاهرة قالوا لي لا، الطلب ده ما يقدمش هنا، يقدم في الوزارة، وإذا تمت الموافقة عليه بيحول على جامعة القاهرة. وكلمت الدكتور أشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات، مشيت في كل الإجراءات والخطوات القانونية بشكل عادي جدا زي أي حد. وعلى فكرة لما رحت الوزارة لقيت ناس كتير جدا مقدمة طلبات، وخدت تأشيرة من السيد الوزير مش بالموافقة والطلب عند دكتور جابر، التأشيرة بالدراسة والرعاية والمتابعة. تمام، هي دي التأشيرة. الطلب مكتوب فيه السيد رئيس جامعة القاهرة السيد وزير التعليم العالي، نرجو التفضل بالموافقة على استثناء الطالبة كذا كذا لظروف خاصة خاصة بمرضها وخاصة بوفاة والدها بعد نتيجة الثانوية العامة، وإنها تكون في المكان الأقرب ليا اللي أقدر إن أنا أتابعها وأتابع والدتي. تمام، تكون موجودة معها ويكونوا تحت رعايتي، أنا ست متجوزة وعندي بيتي وعندي أسرتي فمش هقدر أسافر وأرجع عليهم كتير، فيكونوا موجودين. تمام. وبالفعل السيد الوزير بعد برضو أكتر من زيارة للوزارة ما رحتش في ساعتها واتمضالي وتفضلي معليك روحي الدكتور جابر، لأن أنا شايفة الموضوع خد أكبر من حجمه يعني. إن وبعدين أنا حضرتك إعلامية أستاذة قصواء الوزير بيقاتل في الموضوع عشان خاطري. طيب، ما هو يعني هو مسألة إنه الوزير استخدم هذا الموضوع واعتبره يعني مسألة أمن قومي، دي اللي خلت القضية أمن قومي في
في ايه بتخرج. انه اختي والدي توفى وانا عايزاه، هو انا انا في اجازه على فكره دلوقتي، عشان لو حد بيقول ان في حاجه امن قومي او كلام ده، انا في اجازه اصلا يعني حتى ما بشتغلش، فينا اعتبارات الامن القومي اللي خاصه بيا، اعتبارات الامن القومي لوحده والدها قياده مثلا. لا لا يا فندم، يا استاذه قسواء، السؤال ده مش لحضرتك، لا السؤال ده مش لحضرتك، السؤال ده لمعالي وزير التعليم العالي الدكتور سيد عبد الخالق. انه ليه ما كانش في، انا مش شايفه ان الموضوع يا استاذ عمرو، انا مش سامع صوت حضرتك، لكن ارجو ان حضرتك تكون سامعني. انا سامعك بشكل جيد. الموضوع خد اكبر من حجمه، خد دكتور جابر نصار، يعني انا مش عايزه اسمي الامور باسماء تزعل حد مني، انا انسانه بحترم الناس كلها، لكن تمام. دكتور جابر ارجوك حضرتك يعني عملت بروباجندا بالموضوع وتجرت بيه زياده عن اللزوم. دي طالبه حاله استثنائيه يا دكتور جابر. طيب خلينا يا استاذه قسواء، خليني يا استاذه قسواء، وهي طالبه عندها مشاكل صحيه. استاذه قسواء الدكتور جابر عنده رد، اتفضل يا دكتور جابر. لا طبعا، يعني اولا يعني مساله انه طالبه عايزه تحول لظروف ايا كانت هذه الظروف، هي هذه الظروف تحترم، انما الاشكاليه زي ما بقول لك كده، انه يوم 10/8 بالظبط اتصلت بيا وقالت لي انه وقالت لي هذا الكلام، انه ان انا معايا تاشيره من السيد الوزير. على فكره انا كنت لغايه دلوقتي ما شفتش التاشير. نعم. انا معايا تاشيره من السيد الوزير على اساس تحولها من كفر الشيخ الى القاهره. قلت لها في الحقيقه ده غير ممكن وده مش نقل اداري، فقفلت واتصلت بيا تاني قالت لي انا سالت سعادة الوزير فقال لي ان ده نقل اداري والدكتور جابر يعرف ان ده نقل اداري. اتصلت بيا مره تانية قلت لها طيب النقل الاداري ده ان ولي الامر بيكون بيشتغل فيه، انت من مطروح، بيكون بيشتغل من مطروح وبعدين اتنقل الى القاهره، انت بتشتغل في القاهره من امتى؟ قالت لي لا ده من زمان، من يجي 10 سنين. قلت لها اذا ما فيش حاجه اسمها نقل اداري، ومع كل هو انت ولية امرها؟ يعني انت النهارده لو انت موجوده في القاهره هنا وهي هتيجي حتى انا اقترحت عليها قلت لها يا ست ما فيش مشكله تقعد سنه في كفر الشيخ ونكلم الدكتور طور ماجد يسكنها في المدينه الجامعيه وخلصت المساله. بعد كده بعتت لي رساله قالت لي هم بيقولوا لي انه انت مش عايز تنفذ تاشيره الوزير، اجيب لك تاشيره من رئيس الوزراء، اجيب لك موافقه من رئيس الجمهوريه. ده رسائل موجوده على الموبايل. قلت لها بعد اذنك استاذه صفاء، قلت لها بعد اذنك، قلت لها بعد اذنك احنا هنا مؤسسه بتحترم القانون. لا يوم لما جينا بقى في الجلسه، لما جينا في الجلسه لما طرح المساله من حيث الاصل قلت له سعادتك تقصد الحاله دي؟ بس هي دي الفكره، الربط بين الربط بين المشكله دي والمساله دي جه من هنا. يعني انا النهارده بقدر انا اسف جدا، انا الاعتبارات الانسانيه اللي هي بتتكلم فيها انا مقدرها جدا وبحترمها، مفيش اي مشكله. طب معلش سؤال، والاستاذه قسواء سمعاني دلوقتي، هل شعرت لو سمحت يا استاذه قسواء، هل يا استاذ دكتور جابر يعني لما الاستاذه قسواء قالت لحضرتك اجيب لك تاشيره من رئيس الوزراء، اجيب لك تاشيره من رئيس الجمهوريه، انا قلت لها هل شعرت انه يعني عاوزه تستقوى يعني؟ لا يا فندم، لا بالعكس. طيب. انا شعرت ان دي صاحبه حاجه بالظبط، وصاحبه حاجه وعايزه تمشي الحاجه دي. قلت لها المساله مش مين بيعطي التاشيره، المساله هل القانون يسمح او لا يسمح. فرجعت تاني اتصلت بي قالت لي بيقولوا لي ده نقل اداري، قلت لها قرار النقل الاداري 1 2 3 4 هل ده نقل اداري؟ فبهذا لغايه دلوقتي انا ما شفتش الطلب اللي هو متاشر عليه لغايه الكلام ده. بعد كده لما حصل الاستثناء، لحظه واحده بس يخلص الجمله دي، لما حصل الاستثناء طلبنا منها تجيب الطلب فبعته لنا على الفاكس. حتى لما وصل يعني مش كامل. فالفكره الاساسيه انا النهارده برضو انا قضيتي كلها النهارده، اللي انا النهارده بهذه الشهاده اللي انا بقولها لوجه الله ولمصلحه الوطن، وممكن ان هي في الحقيقه بتخليني يعني في موقف ما احبش كنت اكون فيه النهارده، ان القضيه تطورت الى ان ده استثناء للجيش والشرطه والقضاء، هذا غير صحيح.
هل حضرتك يا استاذه قسواء توافقي انه الاستثناء حتى لاعتبارات انسانيه؟ انا عايز اقول لحضرتك يعني حاجه يا استاذ عمرو قبل بس ما اكمل سؤالي. معلش انت مذيعه اهو انت وانا عارفك شاطره. لا معلش قبل بس ما نتجاوز النقطه طيب. دي في نقطه عايز طيب. اقول لحضرتك عليها. هل يا دكتور جابر من فضلك، بعد ما حضرتك قلت لي لا القانون الموضوع ده بيخرج من اطار القرار النقل الاداري، هل انا كلمت حضرتك او بعت الطلب او تجاوبت باي شكل مع اي حد من عندكم؟ لا ده صحيح. ولا احترمت كلام حضرتك؟ بعد اذنك لا بس الموضوع كان في امتداد اول امبارح واتحلل عليا على الفاكس لان حضرتك لا وافقت عليه. يا استاذه قسواء بعد اذنك لا يا دكتور جابر ارجوك بلاش تحول الامور للشكل ده عيب. شوفي. يعني اللي بتعمله حضرتك ده عيب على فكره. لا دي مساله يعني انسانيه حضرتك تطلع تدعي. طيب لو سمحتي كنت حضرتك هتطلع تعمل الكلام ده يا دكتور جابر؟ ولا احنا بنحب كمسؤولين نستغل اي حاجه عند لا اي حد ونطلع يفندم. نكبرها ونخليها بالشكل ده؟ لا يا فندم الموضوع كبر. انت شخصيه عامه وانت شخصيه محترمه عيب. لا لا تجرب قضيه طالبه في ثانويه عامه. طيب. عشان هي هدي بس هدي نفسك كده يا استاذه قسواء. لا نفسك اولا اولا انا ما كنتش حضرتك كان 1000 طلب على مكتب حضرتك يا دكتور جابر موجودين لناس عايزه تنقل وناس عايزه تحول حضرتك مش عايز تعلق حتى على الموضوع كده. واحد عايز ينقل ويحاول ومقدم طلبات. انا اولا انا طلب اخت المذيعة اللي حضرتك طلعت تتكلم دي مع انها والدها متوفي والدتها مريضه وحاله في ما هو علشان ما عشان اقول ما هو علشان خاطرك ما هو علشان خاطرك استاذه قسواء المساله اخذت ابعاد كبيره. لا 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 لو سمحت والوزير استخدم مساله اعتبارات قوميه علشان هذا الموضوع. شوف ده السؤال يعني القضيه. القضيه يا استاذه قسواء القضيه يعني ما فهمته من ما فهمته منك يا أستاذة قسواء ومن الدكتور جابر ومن المسألة بشكل عام إنه الوزير وانت مالكيش ذنب. الجلسة مسجلة الوزير أصلاً. الجلسة الوزير مسجلة. استخدم هذا الموضوع واعتبره اعتبارات قومية خلاها تحت بند اعتبارات قومية. يعني بعد إذنك بعد إذنك لا لا بعد ما هو ده السؤال اللي احنا بنحاول ندور على اجابته. بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك السؤال اللي احنا بندور. لا 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 بعد اذنك بعد اذنك انا هطلع اقول الوزير ده كويس. لا 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 بعد اذنك مش راضي يجاوبنا يا استاذه قسواء. بعد يجاوبنا بعد اذنك يعني مع الاحترام للاعتبارات الانسانيه اللي حضرتك الوزير بالدراسه والرعايه حتى مش كاتب موافقه. لا تمام بعد اذنك مع كامل الاحترام لكل ما تقدمت بيه يا استاذه قسواء واعتبارات انسانيه لا يستطيع احد ان يجادل فيها. بس السؤال مش ليكي مش لحضرتك السؤال للوزير. انا اللي مجنني حاجه واحده يا استاذ عمرو انا عايز اقولها لحضرتك. فضلي. ان انا مشيت في الاجراءات والخطوات القانونيه ولما اترفض سكت وما اتكلمتش واختي التحقت بجامعه كفر الشيخ بالفعل. تمام نطلع احنا حضرتك سكتي يخلص وبعد ما انا ما هو حضرتك سكتي بس الوزير بس الوزير اسمعيني يا استاذه قسواء لو سمحتي لو سمحتي بالشكل ده بالموضوع يا استاذه قسواء حضرتك سكتي تمام تمام ده حقك حضرتك سكتي بس الوزير ما سكتش والوزير حاول انه يعمل ازمه في المجتمع المصري يا استاذه قسواء لانه استخدم الحاله الانسانيه. انا شايفه ان الموضوع بيكبر زياده عن اللزوم. طب هو حضرتك واضح ان حضرتك كنت مسافره وما تابعتيش التطورات بتاعه الموضوع ان الوزير. اسمعيني بس حضرتك في اجازه يا ابني. انا كنت مقدمه ولا في الاف الطلبه مقدمين على التحليل. تمام الحاله بتاعت حضرتك والحاله بتاعت الالاف اللي حضرتك بتشير اليهم لا غبار على اخت مذيعه. معلش هي اخت مذيعه. معلش عارف حضرتك اكيد على مكتب الوزير بنت لواء وبنت مش عارف مين وبنت مين واخت مين طيب طيب في ناس كتير قوي اهم مني موجوده ومقدمه. الوزير الناس عارفه اسمها نطلع نتكلم ونقول دكتور جابر عيب يسال في ذلك الوزير يا استاذه قسواء. تطلع تشهر بطالبه يا استاذه قسواء. الوزير هو اللي طلب ان احنا نكلمك على فكره يا استاذه قسواء. الوزير اللي طلب ان احنا نطلبك. يعني انا هكلم اي حد لان انا صاحبه حق. وعلى فكره تمام تمام مفيش في من حقها تتنقل مفيش اي مشاكل. دي بتحترم الحالات الانسانيه اللي احنا بنقدر تحترم انسانيه الناس. تمام تتنقل. تمام لكن للاسف القانون ما بيحترمش حد. طيب انا طبعا مقدر حضرتك ان القانون ما بيحترمش الانسانيه في مصر. طيب لو احنا دوله بتحترم كان المجلس الاعلى للجامعات يطلع حاجه تقول ان الطلبه المرضى والطلبه اللي عندهم ظروف استثنائيه وان والدهم توفى ولا عندهم حاجه تستدعي ده اللي كان اولى جابر وفار اشتغل عليه. بكل تاكيد احنا انا بشكل شخصي متعاطف مع الاسباب اللي حضرتك قلتيها لكن السؤال مش ليك يا استاذه قسواء. السؤال لوزير التعليم العالي لماذا استخدم هذه الحاله الانسانيه علشان يمر بيها حاجه ثانيه. معلش يا استاذ عمرو عايز اقول لحضرتك حضرتك مذيع وقاعد في مكانك وعارف الناس قد ايه
تتمنى تخدمك، وعارف الدنيا كلها تتمنى تعمل لك اي حاجه عشان تطلع تشكر فيها، صح ولا غلط؟ تمام تمام. لو حضرتك بتستغل مكانك وانا بستغل مكاني كان زمان كل طلباتنا مجابه في كل مكان، كان زمان ده صحيح جامعه القاهره صحيح، واحنا بنعرف نستغل اماكننا صحيح، احترام الدكتور جابر نصار لكن انا ما بستغلش اي حاجه، انا مشيت بخطوات قانونيه صحيح ومشيت باجراءات قانونيه وقدمت طلب واترفض، يبقى ليه المتاجره بالموضوع؟ عشان هي واحده مذيعه نطلع نعمل بطولات على حساب طالبه مريضه ولا على حساب طالبه بتحول ولا على حساب طالبه؟ انا بحاول اكرر انا مقدر انفعالك يا استاذه قصواء والله، يعني اخواني طيب طيب عفوا يا استاذه قصواء لا معلش يا استاذه قصواء احنا دخلنا في الموضوع موضوع اخر، لا معلش انا اسف شكرا جزيلا للاستاذه قصواء الخلالي المذيعه في تلفزيون مصر. اولا احنا يعني انا مقدر انفعالها فعلا، بس انت اخواني انما احتمال مقدر الانفعال، وطبعا يعني كل الالفاظ اللي هي قالتها في الحقيقه يعني برضو مقدرين هذا الفكره، انه اولا احنا لم نذكر اسمها الا لما سعادتك طلبت ده الوزير لاني النهارده لما انت طلبت مني لو ما قلتش اسمها يبقى النهارده في مشكله حقيقيه، يبقى الكلام مرسل. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه كان يمكن أن يقف الأمر فعلا عند مجرد أنه هي كلمتني وبعتت لي 5-6 رسائل وقالت لو عايز موافقة من رئيس الوزراء أجيبها لك، لو عايز موافقة من رئيس الجمهورية أجيبها لك. قلت لها برضو مع احترامي وتقديري للسيد رئيس الوزراء واحترام، إنما إحنا جماعة بنطبق القانون وما عندناش استثناءات، والاعتبارات الإنسانية دي مش موجودة. النهارده في تحويل 10% الكتروني، روح سعادتك يوم ما تجيبي لي تحويل من مكتب التنسيق على عيني وعلى راسي. طيب النهارده كان يمكن ان ينتهي هذا الامر عند هذا الخط وانتهى، انما النهارده هي بتقول النهارده ليه النهارده بعد ما الموضوع سكت، احنا بنذكر الواقعة دي علشان الرأي العام يعرف ان ده سبب اصدار القرار مش الجيش والشرطة والقضاء، لان انا النهاردة كرد فعل طبيعي. على فكرة انا لما رحت قبل الجلسة في اسكندرية برضه اهو، وشهود المسألة دي موجودة، انا لما رحت قبل الجلسة رحت بدري، كنت في اسكندرية وبعدين رحت المقر بدري، فلما بدري اول واحد جه بعدي كان الاستاذ سيد عطا رئيس إدارة التنسيق. قلت له يا سيد بيه، أنا بقى هذكر يعني، قلت له يا سيد بيه الحالة اللي انتوا بعتينها لي ديتي، الحالة دي لا ينطبق عليها النقل الإداري وإحنا لا نستثني أحد، أرجوك فهمها كده، لأن هي كل ما أقول لها تقول لي لا ده قالوا لي في الوزارة إني أنت نقل إداري. فالمهم ده وسيد عطا حي يرزق. بعد كده لما بدأ النقاش في آخر الجلسة قلت له سعادتك تقصدني؟ قال لي قلت له الواقعة اللي انت بعتها لي لا تنطبق على الشروط. هنا الربط بين المسألتين، مش علشان بين تاجر ولا على اساس كذا ولا على اساس اي حاجة. هذا هو مجمل المسألة. النهاردة ما وصل اليه الامر من تعقيد ودخول الاحتقان او ظهور احتقان بين الناس وبين الجيش والشرطة، ده في الحقيقة احنا النهاردة جايين نبرئ ذمتنا منه، واحنا دورنا في البيت بيتك ان احنا الحمد لله يعني قدرنا ان احنا ننزع فتيل. انا بعد هذا الحلقه لن اتحدث في هذا الموضوع اطلاقا ايضا، وانا بحترم رايك، بحترم رايك دكتور جابر، لكن فعلا احنا سعداء بان احنا قدرنا ان احنا نحل ازمه كادت ان تكبر، لانه حتى الدكتور جابر بيقول لنا في احد البرامج التلفزيونيه لاحد الزملاء بيقول انه في الناس كانت داخله وبتقول ايه الجيش والشرطه والقضاء ودول على راسهم ريشه ودول على راسهم مش عارف ايه، وكاد الامر ان يتحول الى ازمه داخل المجتمع، ازمه لا يعلم الله ازاي كان ممكن يكون مداها. فبالتالي احنا سعداء باللي حصل النهارده في البيت بيتك ان احنا نزعنا هذا الفتيل ووضحنا للرأي العام جميعا من خلال الشهادة التاريخية اللي قالها لنا الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ان الموضوع ما كانش فيه لا اعتبارات قومية ولا ممكن يكون اعتبارات انسانية، ممكن الوزير يكون اخطأ وتمادى في خطأه
وبدل ما يقول ان الحاله دي حاله انسانيه قال عليها الحاله اعتبارات امن قومي وابناء شهداء و و الى اخره، وكانه اراد ان يزايد وانه يخوف رؤساء الجامعات اللي استجابوا كلهم ما عدا الدكتور جابر نصار. عايز اقول برضو انا بحترم كل الكلام اللي قالته، مش كله، معظمه اللي قالته الزميله الاستاذه قصواء الخلالي من التلفزيون المصري، وانا اقصد بالكلام الكلام اللي هو الاعتبارات الانسانيه اللي عددتها، وفاه والدها ومرض اختها وكل الاسباب اللي شافت انه من خلالها كان ممكن انها تنتقل من كفر الشيخ طب طبيعي في كفر الشيخ الى القاهره، لكن في اعتبارات انسانيه اقصى من كده 500,000 مره. ماشي ماشي ماشي، لكن طبعا انا باخذ على الاستاذه قصواء، يعني انا ممكن اتفهم انفعالها، بس هي اعلاميه وفي التلفزيون المصري، لكن هي لجأت لاسلوب مساله انه اتهام ضيوفنا بانهم اخوان و الى اخره، يعني طبعا ده احنا بنتحفظ عليه، اسمح لنا يا استاذه قصواء. انا برضو كنت لسه ما كملتش دكتور جابر، حضرتك مش هتتكلم في هذا الموضوع تاني زي ما انت قلت، لكن ندعوك لانك تتكلم في موضوع اللي انا يعني اشرت ليه. لا شوف، انا عايز اقول لك مساله، معلش معلش، هي مساله يعني يا ريت استاذن حضرتك انك تستمر معانا شويه، ان احنا هنفتح ملف جيب الطلبه. ماشي بالظبط، مفيش اي مشاكل. لا دكتور جابر وافق. احنا يا جماعه هنفتح دلوقتي بعد قليل ملف التوريث في الجامعات او في بعض الجامعات المصريه، وكيف ينظر بعض المتفوقين، خلينا نقول حتى كتير من المتفوقين الغلابة، إلى أنه بعض أساتذة الجامعات بيورثوا الكرسي بتاعهم والمناصب بتاعتهم لأولادهم. احنا نتمنى طبعا أنه معالي الوزير الدكتور سيد عبد الخالق برضه يشاركنا هذا النقاش لو أراد. شوفكم بعد الفصل.